الدوري حاليا دلوقتي في الملعب زي ما بيقولوا كده يعني. طبعا كان المفترض ان الاهلي وصل لمرحله كان كنا ممكن نقدر نقول ان هو لو كسب المؤجلات بتاعته كان طبعا هيبقى في فارق 5 نقط على الاقل بينه وبين الزمالك، لكن حاليا الموضوع 50-50. ايه اللي يقول لنا كده كمان؟ ان الزمالك بعد مرحله من ان هو اداؤه كان متراجع، لا الزمالك دلوقتي بيقدم اداء كويس جدا، نتائج واداء. خلي بالك في الكوره لو النتائج حلوه بس الاداء وحش تقدر تقول ان في الدروب جاي، لكن لما تبقى الاداء بيعلى مع النتائج هما الاثنين في نفس الخط تعرف كده ان الفريق ده ماشي على الطريق الصحيح. فاعتقد ان الموضوع هيبقى لغايه اخر الموسم في كلام. دوري صعب يعني، خلينا نقول ان اهلي زمالك بيراميدز كمان دخل في الصوره بشكل كبير، يعني الاهلي فاضل له 3 مباريات مؤجله، لو فاز في الثلاث لقاءات هيفرق عن الزمالك بنقطتين، ولكن الدوري السنه دي صعب جدا. خلينا اقول لك ان اول وثاني خلاص دخل دوري ابطال افريقيا، اهلي زمالك بيراميدز وفيوتشر كمان دخل كونفدراليه، فاعتقد ان الموسم هيكون صعب. اي فريق هيفقد نقط الفتره اللي جايه اعتقد ان الدوري هيكون بعيد عنه. مباراه سموحه قد تكون عامل سلبي على النادي الاهلي وقد تكون عامل ايجابي طبعا للمدير الفني الجديد. نتمنى ان احنا نشوف طبعا مستويات جيده، نتمنى ان احنا نشوف الاهلي قوي الزمالك قوي، وبالتاكيد ده طبعا هيصب في مصلحه المنتخب الوطني في الاخر. دوري صعب بعد خساره النادي الاهلي الماتش الاخير، الدوري صعب جدا. نادي الزمالك ماشي كويس جدا مع فيورا، بيراميدز قدامه فرصه بس لو استغلها وكسب ماتشات كتير. لا طبعا الدوري صعب، وانا اعتقد ان الدوري مش هيتحسم الا في اخر اسبوع، اخر اسبوع الدوري هيتحسم فيه. المنافسه مش هتكون يعني لن تخرج سوى بين الاهلي والزمالك، المنافسه هتكون بين الاهلي والزمالك فقط لا غير. انت بتتكلم دلوقتي احنا اقتربنا من نهايه الموسم، طبعا الاهلي لسه ليه مؤجلات، الاهلي لو فاز بمؤجلاته هيرجع تاني للقمه. الزمالك نفس الامر، عنده رغبه واصرار ان هو يحافظ على بطولته. شفنا الزمالك رغم الظروف الصعبه اللي مر بيها سواء كان في الغيابات او في الاصابات او يعني تمرد بعض اللاعبين في نادي الزمالك وعدم المشاركه، لكن فييرا نجح ان هو يجهز فرقته، نجح ان هو يجهز بعض اللاعبين الشباب وقدامه الفرصه واللي اثبتوا جدارتهم. نفس الامر النادي الاهلي بدا يعني هزيمه سموحه طبعا هتاثر عليه بشكل كبير جدا في ترتيب العام لجدول الدوري، لكن الاهلي عنده من عناصر تقدر ترجع على طول مباشره وما تاثرش على نتيجه مباراه سموحه، مش هتاثر على الفريق في المباراه القادمه. هيبقى صراع كبير جدا، انت بتتكلم في الفريق مش كبير جدا سواء كان الاهلي الزمالك، حتى فوز الاهلي بمؤجلاته الفريق برده مش هيكون كبير. هنشوف الاسابيع اللي جايه هتكون في اشتعال كبير جدا. الاهلي لو كسب مباراه المؤجله وفرق عن نادي الزمالك بفرق نقطتين، لو كسب مباراه المؤجله اعتقد ان الاهلي هيكون اقرب. الضغوط اللي ما بين الاهلي والزمالك في مباراه وضغط المباريات اعتقد دي مش هتحسم، دايما الدوري بيتحسم لصاحب نفس طويل، واعتقد ان الاهلي لو ركز مع الجهاز الفني في الفتره الجايه في المباراه وما اهدرش نقط ثاني اعتقد تبقى حظوظه اكبر في الفوز بالدوري، خاصه الزمالك ما عندوش سكواد كبير من لعيبه وما عندوش بدلاء كتير في الملعب، فده ممكن الزمالك حصل عنده اي غيابات ممكن تلاقي ان ده تفرق معاه في النتائج المباراه الاخيره. طبعا احنا كان ملف التحكيم عندنا بقاله سنين طويله، يعني انا من ساعه ما اشتغلت في الاعلام والصحافه الرياضيه كان دايما موضوع الحكام ده موضوع كل موسم، فبالتالي احنا كنا محتاجين نشوف حل. اعتقد ان احنا لازم نشوف الخبير الاجنبي اللي جه هيطور فعلا وهيحسن من اداء الحكام، ولا ممكن نبقى مثلا يبقى هو محتاج برضو ايه مساعده معاه. انا يهيئ لي يعني من وجهه نظر الشخصيه ان اول حاجه لازم تتعمل في ملف التحكيم اللي هو ان اتحاد الكوره يحمي الحكام. للاسف الحكام في مصر مؤكد جزء من اخطائهم حاجات فنيه وحاجات في الكاريزما الشخصيه، لكن برضه هم بيعاني من ضغوط فظيعه. احنا بنشوف اللعيبه وبنشوف الاجهزه الفنيه وبنشوف الجماهير بتوصل مع الحكام لمدى صعب جدا الصراحه، عمرنا ما بنشوف في العالم تعامل زي ما بيتم التعامل مع الحكام المصري، يعني زي ما بنشوفه في الملاعب المصريه، فبالتالي لازم يتوفر لهم الحمايه، ولازم الانديه ولازم الاجهزه الفنيه ولازم اللعيبه تساعد الحكام في ان هم ينجحوا، واحنا كمان كاعلام ان احنا نساعدهم
وبنتمنى التوفيق طبعا، لان منظومه التحكيم في مصر هي زي قضاه هم بيصنفوا او بيقال عليهم ان هم قضاه الملاعب. الحقيقه خطوه مهمه جدا، يمكن نقدر نقول ان هي الخطوه اتاخرت كمان كتير شويه الى حد ما، يعني كنا نتمنى ان هي تكون بدري شويه، خاصه ان احنا شايفين الفتره اللي فاتت اخطاء كبيره جدا في التحكيم المصري، سواء من الفار او حكام الساحه، ما شفناش تطوير خالص. يعني دايما الكابتن عصام عبد الفتاح كان بيتكلم عن التطوير، ولكن للاسف احنا ما شفناش تطوير الفتره اللي فاتت. مؤكد ان الراجل اللي جاي حابب ان هو يطور، عايز يشتغل، ودي نقطه مهمه جدا لازم ان هو يشتغل عليها الفتره اللي جايه. مهم ان هو موجود في الفتره دي، خاصه ان الراجل جاي كمان بطموحات كبيره جدا جدا جدا، جاي كمان عايز يطور، جاي عايز يحط بلان كمان وسيستم ليه، سواء في المكافئات او شغل كتير جدا. الراجل قال كمان حاجات كتير جدا في المؤتمر اللي عمله اول ما وصل، فاحنا نتفائل خير ان شاء الله، والفتره اللي جايه تكون التحكيم المصري افضل. يعني بصراحه الخطوه دي اتاخرت كتير جدا، التحكيم المصري في اخر فتره يعني مش احسن حاجه، نشوف اخطاء كتير جدا للتحكيم. بس طبعا الراجل مش جاي معاه عصا سحريه، لازم ان المنظومه كلها تساعده، اللعيبه، الاجهزه الفنيه، مش عايزين اعتراضات عشان الناس تقدر تساعد وتبني في التحكيم ان شاء الله. بالنسبه للتحكيم يعني استخدام خبير اجنبي لتطوير التحكيم المصري، اي حاجه هتساهم وهتساعد في تطوير اداء الحكام هتبقى مميزه جدا، سواء كان مصري، عربي، افريقي، اجنبي. المهم ان احنا نشوف اداء التحكيم المصري في تطور، نشوف نرجع نشوف التحكيم المصري في اروع صوره، نرجع نشوف الحكام المصريين موجودين في كاس العالم. صعب جدا ان احنا ببطوله كاس العالم ما فيش منها حكم مصري، دي يعني دي بتسيل الكره المصريه، دي مش يعني بتدينا شكل مش كويس للكره المصريه. مش مشكله بقى انت تجيب خبير اجنبي يساعد، بس المهم يساعد، المهم يكون في يعني خطه تطوير، خطه ان انا اشوف الاخطاء، اراجع كل مباراه على حده مع كل حكم كان متواجد في المباراه دي، اراجع اشوف الاخطاء فيها ايه، يعني احاول اساعده ان هو الخطا ما يتكررش تاني. اعتقد التحكيم في مصر عندنا حكام كويسين، لكن مشكلتنا اداره الازمه في مباراه الاهلي والزمالك، هذه تبقى مشكله ان الحكام تحس ما لهمش ظهير اعلامي، ان دايما اللي هم الحكام نفسهم اللي هم الخبراء في التحكيم هم اللي بينتقدوا الحكام، هم اللي بيثيروا الازمه في وسائل الاعلام بالنسبه للحكام.